شقة 113 في الدور السابع. ها قبلي إيجار شهري نظير 55 جنيه في الشهر. كويس قوي. لا ده مؤقتا، لسه لما اللجنة بتنظر الأمر الشقة اللي قصادها وصلت لـ20 جنيه في الشهر. مديلي يا ابني هنا. اتفضل حضرتك. ما تخلي. لا معلش حضرتك. بجد خلي. لا لا. إذا كنت مزنوق فيهم خليهم. إطلاقا يا فندم إطلاقا. أنا ما بقولش كلام مجاملة. لا لا يا فندم ده يهمني ده. أمضي. وإمضتك عندي مظبوط؟ طبعا. أمضيلي هنا بقى كمان. ألف مبروك. ألف مبروك. يعني أنت متأكد إن دول طالعين من ذمتك؟ طبعا يا سعادة بيه، أنا ما يهمنيش حاجة، أنا يهمني ده، يهمني الشقة. لو محتاج دول في حاجة خدهم دلوقتي وأنا بعدين. إطلاقا يا فندم. إطلاقا. يعني أنت دول طالعين من ذمتك؟ طبعا. يا ناس! أصل أنا ما أقبلش القرش الحرام. ايوه بس دول فلوس طلعوا من ذمتك ولا لا؟ ايوه ايوه. انت راضي؟ اه خلاص يبقى اصحاب صاحب النصيب. ايوه. معاك عقدك؟ مبروك. شكرا. تاخرتوا ليه؟ ها؟ تاخرتوا ليه؟ مصالح الناس بتتعطل يا استاذ من 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 العطله اللي هم بيعملوها دي. يعني لأول مرة يتأخروا عليا، كانوا دايما بيجوا بسرعة، وبعدين بصالح الناس كده تتعطل. اتفضلوا. ما تنساش ها، شقة 113 في الدور السابع، وهيضحكوا عليك ويدوك شقة 18 في الدور ال 19. الإيجار كام؟ 55. ده قبل إيه؟ قبل اللجنة. تحت اللجنة كام؟ 20. 20 20 إن شاء الله هتبقى كويس أوي. ما معلش لو جيت لي هناك هديك شقة. اه ومش هديك شقه، هديك حاجه احسن. شقه ايه؟ ايه؟ سرايا. بجنينه؟ لا صفرة. يا ناس! سرايا صفرة. الو مين؟ تليفون عشانك يا استاذ حماده. الو اهلا يا سمير، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ لا نص ساعه اكون عندك. لا ما تقلقيش، مع السلامه. السلام عليكم. استنى عندك، رايح فين؟ رايح قابل سهير مراتي، اصلا انا مديها ميعاد عشان نروح نقابل السمسار عشان يفرجنا على كام شقه. ربنا يوفقك وتتحل عقدتك وتلاقي الشقه. امين يا رب. رايح فين؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا هقابل مراتي والسمسار. وانت فاكرها فوضى كل يوم تستاذن من الشغل كده؟ يا فندم لا فوضى ولا حاجه، ده هي ساعه زمن واكون هنا حالا. ولا ساعه ولا نص، اتفضل اترزق على مكتبك هناك وعشان تخلص شغلك. انا خلصت شغلي، ما عنديش شغل. خلاص اترزق على مكتبك من غير شغل، عشان لو اي حد عدى من الرؤيسة يقول علينا مظبطين وقاعدين على مكاتبنا. ويرضيك، يرضيك سهير مراتي تقول عليا عيل. وتقول عليك عيل ليه؟ عشان مديها ميعاد ومروحتش قابلها. مديها ميعاد فين؟ في الشارع. يرضيك انها تاخد ضربة شمس وتقعد تبص عليا يمين وشمال؟ لا. ويرضيك بعد ما تاخد ضربة الشمس تروح تقعد تدي عليا؟ لا. ويرضيك؟ خلاص خلاص روح قابلها، بس تاني مرة ما تديش مواعيد اثناء تأدية وظيفتك، فاهم؟ انت تؤمر وانا انفذ. المعلم عبدو السمسار. نعم. هو حضرتك؟ حضرتي يبقى المعلم عبده السمسار. ايوه خدمه. شقه يبقى كتر الف خيرك. وهنفضل ندعي لك انا وهي طول العمر. ها قلت ايه؟ انا من غير المعلوم ما اتكلمش، وباخد خمس برايس، انما عشان كنتوا
هاخد بريزي، اصل شكلكم بصراحه صعب عليا. ماشي، وايه بقى المطلوب؟ الله، ما قلنا شقه يا معلم. ما انا عارف انها شقه. طيب طب وبتسال ليه بقى؟ قصدي شقه تمليك ولا ايجار؟ الله، انت ابن نكته يا معلم. بقى ده مصدر ناس ياخدوا شقه تمليك ولا ايجار، حتى يا دوب ايجار بالعافيه. ايجار؟ طيب وكم مطرح ولا مؤاخذه؟ اوضتين. ثلاثه. من عينيا، طلبكم موجود. ها فين بقى العربيه؟ عربيه ايه؟ عربيتك اللي هنروح بيها. مش بقول لك انت ابن نكته يا معلم، بعد ما مصدر ناس عندهم عربيه. تاكسي. تاكسي وبالعافيه. لا ما تتعبيش نفسك بقى، طلع 5 جنيه. حاضر يا معلم، اتفضل. عارف دي ليه بقى؟ ايوه، عشان هوصلكم بعربيه التمساح. اه اتفضلوا. اتفضل حضرتك، اتفضلي حضرتك، اتفضل حضرتك، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ايه الحكايه وانا بشتغل سواق عندكم؟ حد يجي جنبي. ببلاش. ايوه ببلاش، يلا او كده. مفيش احلى من كده. وانا تحت امرك. ده احنا اللي تحت امرك. الناس دي بقى بصراحه ناس طيبه وعايزين حضرتك تكرمهم. انا عينيا ليهم. معاكم تدفعوا كام مقدم ايجار؟ حضرتك اللي تقول عايز كام. واحنا نقول اذا كنا نقدر او ما نقدرش. لا تطمنوا هتقدروا. انا مش عشان خاطر ربنا اداني حقوق مجزور الناس، لا مش انا، الرحمه حلوه برضه. اه طبعا. ايوه بس احنا يعني ايه يا معلم؟ يعني هقبل اللي معاكم. معاكم كام؟ احنا كل اللي معانا كده على بعضه 4000 جنيه. ولو معانا اكتر احنا هنخبي ليه؟ آه. 4 بواكي بس، بسيط. وانا قبلت. قبل. كتر الف خيرك. انت انسان. انت ما حصلتش. لا انت حصلت. ربنا يعمر بيتك، يسترها معاك دنيا واخره. صحيح الدنيا بخير ولسه في ناس في قلوبها رحمه. ممكن بقى حضرتك تتم جميلك وتورينا الايجار الشهري كام؟ حاجه تافهه خالص، 200 جنيه في الشهر. كام؟ 200 جنيه في الشهر. طبعا حاجه تافهه. ايه يعني 200 جنيه في الشهر؟ انت راخر طلعت في النكته. عارفه محترم ورتبنا وهي كام في الشهر؟ كام؟ بنصحى من الفجريه ونشعبط في الاتوبيس ونروح الشغل. تطلع لنا في الشغل، نتشعبط تاني في الاتوبيس ونروح على الكنين. اخر الشهر نقبض مرتب 128 جنيه ونص. يا بالرحمه والانسانيه. انا مالي؟ دي مشكلتك انت وهي، مش مشكلتي انا. انت جشع. انت ما حصلتش. لا انت حصلت. والمطلوب 10 بواكي مقدم ايجار و130 جنيه شهري. الظاهر يا سهير حبيبتي ان كل اصحاب العمارات ولاد نكته. على رايك، وبلاش بقى لا ناكل ولا نشرب. ونستلف كمان 2 جنيه عشان نكمل بيهم الايجار. انتوا بتقولوا ايه؟ لا ولا حاجه. بينا؟ بينا. اتفضل يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بقى عملت اللي عليا، وحاجه تاني ارخص من كده ما عنديش. برضه دعبس كده ودور يمكن تلاقي اي شقه ايجارها مهاوت. مفيش. الله، ده احنا دافعين بريزه يا معلم. الله، وانا هعمل لكم ايه؟ شخشخوا جيوبكم تلاقوا شقه. ايه هتعمل ايه ولا مؤاخذه؟ مش هتوصلنا مطرح ما جبتنا؟ او اسف اخ، ما عنديش وقت. ولا يهمك، ولا يهمك منه. ناخد تاكسي. ناخد تاكسي. معاك فلوس؟ لا، زي كل يوم. يلا. واتقالت علينا وقال لنا ايه؟ تشخشخوا جيوبكم تلاقوا شقق. ولقى في البريزه. بريزه؟ اه، ال 10 جنيه يا حماد. على رايك. عارف احنا لو كنا حوشنا البرايز اللي لهفوها منا كان زمان عندنا شقه تمليك واتجوزنا فيها وخلفنا عيال دخلناهم مدارس اجنبيه. الله، ده يبقى نصب بقى. طب وبعدين يا ولاد هتفضلوا تدفعوا كده فلوس للسماسره لحد امتى؟ هنعمل ايه يا ماما؟
ما احنا لازم ندفع لهم عشان يدوا يفرجونا على الشقق. لا ما انا بقى قررت ان انا ما اتعاملش تاني مع السماسرة. يا سلام، ومين هيفرجنا على الشقق يا فالح؟ انا عندي خطه ما تخرش الميه، منها نوفر فلوسنا ونستريح من غلاسه السماسرة دول. حق دول بيتقلطوا علينا قلاطه، خصوصا لما عرفوا ان احنا ما معناش عربيه وهنركب تاكسي. يقول لك ما معكوش عربيه، تعالوا معايا في التمساحه. على رايك طلعوا ولاد نكته. دول طلعوا ولاد 60 نكته. ايه قاعدين مبسوطين ومخرفشين قوي كده ليه؟ لازم ساعات به لها شقه. هو في الحقيقه يا عمي احنا لقينا وما لقيناش. ايه لقينا وما لقيناش؟ فالزوره دي ولا ايه؟ لا يعني احنا لقينا وما قدرناش، ولما قدرنا ما قضاش، ولما قضى ما كفاش، ولما كفى ما زعلناش، ولما زعلنا يا ابني ايه اللي بتقوله ده؟ انا عايز افهم. ما قضى وما كفاش وما زعلش، انا فهمني. حاول حضرتك يا عمي ان انا في هذه الحقبه. انت هتخطب يا حبيبي؟ خلصني ونسيني وقول لي رد شافي، لقيت شقه ولا لا؟ يا بابا انا هقول لحضرتك، اصل هو في الحقيقه احنا لقينا وما لقيناش. لقينا وما لقيناش؟ انت كمان تبخله؟ خلصوني. انا كان مالي؟ كان ايه اللي لطشني في نافوخي وخلاني اكتب كتابكم؟ يا سيحسبونا مش كده، انا هحكي لك الحكايه. اصلهم في الحقيقه لقيوا وما لقيوش. اسكتي اسكتي، ما انت قص المصايب. طمن طمن عمي، احنا هنلاقي شقه باذن الله. خلاص بقى لي 5 6 سنين بسمع منك الكلام ده، عاوز ارسى على حل. هترسى يا عم، هترسى. هترسى يا ما ترسى. بابا باذن الله حضرتك هترسى، لان حماده غير خطه البحث. المساكن اللي بيحكوا عنها، عمارات فاضيه كتير ومش لاقي حد يسكنها. Come on.
دي كانت تبقى مصيبة. مصيبة لما تقدم لوالدك عشان اخطبك؟ للأسف مش فاهم. أفهمك، أنت عندك شقة؟ لا ما عنديش، وأنت عارفة كده كويس. صح، بس بابا عايز اللي يتقدم لي يكون عنده شقة. طب وفيها إيه لما نتخطب وبعد كده نجهز بالشقة؟ فيها إن سي حمادة عقد بابا. ويطلع مين سي حمادة ده؟ جوز أختي، كاتب كتابه عليها بقاله 6 سنين ولحد دلوقتي مش لاقين شقة. طب وأنا مالي وماله؟ كل واحد وليه ظروفه. وأنا عارفة ظروف بابا كويس قوي، لو اتقدمت له من غير ما يكون عندك شقة مش ممكن هيوافق على جوازنا. وآخرتها إيه؟ أهو نصبر لحد ما حمادة يلاقي شقة وبابا تبقى أعصابه تهدى، بعدين تبقى تتقدم لي. أنا مش مصدقة نفسي. ولا أنا. يعني أنا اللي مصدقة نفسي؟ الراجل قال لي الإيجار 40 جنيه والمقدم 5000 جنيه بس. خلاني برقت، قلت له يا عم يا صاحب العمارة أنت يا حبيبي بتتكلم جد؟ قال لي الشغل ما فيهوش هزار، قلت له وأنا من بكرة هكون عندك بالفلوس. لما كان نفسي أشوفها. هتشوفيها يا حبيبتي وإحنا رايحين ندفع ونمضي العقد. أدي 800 جنيه أهم، ها؟ بس ما حدش يجيب سيرة لسه حسونة. لا يمكن طبعا يا ماما، معقوله نقول له؟ انا بس لو شخط فيا هقول له. إيه؟ قول لي يبقى فاضل كام دلوقتي؟ 200 جنيه. وادي ال 100 جنيه اللي حاتي اهو. متشكره قوي، متشكره قوي قوي يا اختي حبيبتي. لسه فاضل 100 جنيه. ما تعملوش هم، انا هتصرف، اعتبروهم معايا. يا ابني انت مش فهمتك 100 مره، تخف رجلك شويه عن هنا. ليه بس كده يا زعزونه؟ اسكت، انت مالكيش دعوه، انا بتفاهم معاه. انا مالي يا اخويا، ان شاء الله تحدفه من شباك حد. وانا ما بزعلش منك لاني بحبك وبحترمك. بقول لك يا هلا، شويه الاوندا دول بتضحك بيهم على حد تاني، ما تلفش شطورهم عليا انا. اذا كنت عاوز نفرح بيك صحيح وانبسط منك، جهز الشقه. هيحصل ومعادنا بكره. بكره يا بابا، بكره ان شاء الله. بكرة يا حياتي إن شاء الله. الشقة، الشقة هتكون جاهزة من بكرة. بكرة مش بعد بكرة. ماشي، بكرة بكرة، بس قسما عظما شوف ما جاتش الشقة بكرة بكرة هكسر زمارة رقبتك. قريبي صديقي يا حبيبي. الله، بالظبط انت كمان عملت شريط. والغنوة دي بقى بمناسبة ايه؟ بمناسبة ال 100 جنيه. مش قلت لك كانت فرنك؟ ما هي فرجة. ده انت جيت في وقتك يا حنين. يلا على بيهم. ما ايه دول؟ المكان اللي جاي تفك زنقتنا بيهم يا شاه. انت هتستقبل انت وهي؟ انا جاي اخد ال 100 جنيه اللي عليكم. 100 جنيه اللي علينا؟ ايوه، وزي ما فكيت زنقتكم وسلفتكم ال 100 جنيه، جيت دور دلوقتي عشان تفكوا زنقتي وتدوني الفلوس اللي عليكم. حقيقة حقك وكتر ألف خيرك. خلاص اعلوا بيهم بقى. منين يا حسرة؟ احنا في مصيبة. ما بننامش. مصيبة؟ مصيبة؟ انت بتتكلموا جد؟ هي المصايب في هزار يا ولا يعني هنفول على نفسنا؟ الله 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 الله، هو ايه اللي حصل؟ اسكت ما يتحكاش. اقول قول يا سعيد معلش. وانا اسفة قوي، امبارح اتمسكت في الجمرك تجيب لك ساعة والله. وصدروا مني 3 فيديو. الفيديو 7 سيستم. يعني صدروا مني 21 سيستم. وما يهمناش الفلوس، سيبك منها. رجعت لقيت ليلى عيانة وما بقاش تمن العناية. يا كلاوية، الدكتور كتب لي على 5 حقن وجوز الأرانب وما فيش فلوس. يا كلاوية. بس انا محتاج. لا بس برضه هو اتصدر منه 21 سيستم وهي كلوية. لا مش متصرف. خده. بس يعني انت معذور. مش مهم، بدل ما الواحد يستلف 100 جنيه يستلف 150. ما تقلقوش، هتفرج باذن الله. السلام عليكم. تشكرك. مع السلامة يا ابو قلب رهيف. قريبك حبابك كلا بلفنا على بيهم. يا كلاوية مش معايا يا عينيا، بقول لك على بيهم. اهلي بيهم ايه؟ انا محتاجة شنطة. وقالي جزمة. يرضيك الشقة اكتر مني؟ لا. يرضيك حماية تردني من الشقة وما يخلينيش اشوف مراتي؟
لا خلاص، سلفني بقى 150 جنيه عشان اكمل مقدم الايجار واخد الشقه. انا قلت لك يا ابني ما معيش، يعني ما معيش. انا عارف انه ما معكش. هو انت حيلتك حاجه يا سعاده البيه؟ انا بقول يعني تستلف. انا استلف؟ اه تستلف، وبكده تبقى انقذتني. انا لا عمري استلفت قبل كده ولا عمري هستلف. ماله استلف اول مره وبعد كده هتاخد على السلف. لا مش هستلف. خلاص ما تزعلش نفسك، انا حظي كده نحس تطير الشقة، حماية يطردني، سهير تعيط، وهدى تعيط، وانا عيط. انت مش هتعيط؟ لا انت هتندب. لا هندب ولا حاجة، انا بس بفتكر اللي هيحصل لي. خلاص اتكتب، هستلف لك المبلغ ولو ان عمري ما عملتها قبل كده. ده احنا جينا في ميعادنا وجاهزين. اه ميعادنا؟ اه انا ساعه ما قلت لك ربنا يطول لنا في عمرك فاكر؟ ايوه افتكرت. اه احنا متشكرين قوي، اصل احنا محتاجين الشقه دي قوي. يا ريتكم كنتوا جيتوا بدري شويه. ليه؟ لانها اتاجرت من شويه. مفيش شقه غيرها؟ العماره كلها سكنت من شويه برضو. كله عنده من شويه. يلا يا حماده يلا يلا، ده احنا بختنا بخت ما حصلش. منحوس. ومعادنا بكره ومش بعد بكره، ونعمل ايه بس يا عم حسونا بيه؟ الراجل طلع نادله وما رضاش يدينا الشقه. اي والله يا بابا احنا مالناش ذنب، الراجل هو اللي خلي بينا. بس ولا كلمه. وانت يا استاذ حط فنجان قهوه هنا. انا مش منبه ده ما يشربش قهوه ولا حاجه عندي ابدا. اسمع، من هنا ورايح ما اشوفش وشك الا كل حين ومين. ايه حين ومين دي؟ ايوه يعني يا ريت ما توريش وشك خالص بالمره. انا باجي هنا عشان اخد سهير حبيبتي ونروح ندور على شقه. اسمع، من هنا ورحت تروح تدور بنفسك يا حبيبي، مفيش حد هيروح معاه. وانت حسك عينك تنزلي تروح تدوري معاه او تمشي معاه. معقول الكلام ده يا بابا؟ هي كلمه. حاضر امرك يا بابا. ايوه يا هدى، بارك لنفسك وباركي لي، خلاص اتفكت واتحلت. يبقى مبروك علينا، اكيد لقيت شقه. لا يا ستي، اخويا بعت لي دعوه وهسافر واكيد هلاقي شغل، وهنجيب الشقه والعربيه كمان. بس احنا اتفقنا ان احنا هناخد 6 فدادين في الصحراء، نعمرهم ونزرعهم ونعيش منهم. صحراء ايه في الحر ده يا هدى؟ ده طريق صعب جدا، لكن السفر سهل. هشتغل واقبض واحوش واشتري وهفنجر، ولازم اقابل بابا عشان اخطبك قبل ما اسافر عشان فرحتي تكمل بقى. بس انت عارف وانا قلت لك قبل كده انك لو اتقدمت من غير ما تكون مجهز الشقه بابا مش ممكن هيوافق على جوازنا. لا لا هيوافق، بس انت حددي ميعاد وهتشوفي انا هقنعه ازاي. لا يا اخويا انا خايف، ده متعكن ومتعفرت على الاخر. ما تخافيش وجمدي قلبك وهتشوفي هيفرح بيا قد ايه. يعني انت ما عندكش عقد عمل؟ لا يا عم، بس انا مسافر وهدور على شغل. اه يعني جاي تبيع لي احلام؟ هي حقيقة أحلام، لكن بإذن الله هتتحقق. آه يعني عاوز تخطب بنتي وتفضل قاعدة مستنياك لغاية ما حضرتك تحقق أحلامك. ما هو يا عمي حضرتك عارف إن ظروفنا كشباب بقت صعبة جدا، فلازم نتعاون مع بعض يعني ونتحمل بعض. وأنا لا مؤاخذة يعني أتعاون معاك وأتحملك بمناسبة إيه؟ لأن أنا وبنت حضرتك بنحب بعض يا عم، ونفسنا نتجوز بقى ونبني بيت ونعيش زي بقية الخلق. شوف يا ابني الكلام ده إنشا في الكتب بس، لكن الواقع بيقول ان انا اب ولازم احافظ على بنتي ومصلحه بنتي. ما هو بعد الخطوبه هتفضل حضرتك ابوها برضو، ولا انا خطبت ليها يعني ضد مصلحتها؟ طبعا ضد مصلحتها. حضرتك عاوز تخطبها وتسيبها زي البيت الواقف، ويا عالم بقى يا تنجح يا ما تنجحش. باذن الله هنجح ان شاء الله. ان شاء الله. يا اخويا الفنجان ده اشربه؟ طيب. لا معلش هتشرب بعدين. شوف يا ابني عايز اقول لك حاجه، لما تبقى تنجح بالسلامة إن شاء الله تبقى تفضل تقدم لها. مع السلامة. أنا اتهنت كده؟ مع السلامة يا أخويا. إيه ده؟ مع السلامة يا حبيبي. شايف أبوك أهو؟ مع السلامة. اتهنت ما أنت اللي عملت نفسك كده. مصيبة سودة. الشباب اليومين دول اتجنن ولا إيه؟ العيل من دول يبقى متخرج من المدرسة ولا من الجامعة ومش عاوز يشتغل ولا يشقى ولا يتعب. ليه بابا عملت كده يا بابا؟ عشان مش جاهز، ما عندوش شقة، وحسك عينك تقابليه. انا ابوكي واضرب مصلحتك، اوعي تقابليه. طب اهدى بس يا سي حسونه. سي حسونه وعدك الكلام. وانت كمان شوف، انا عاوز افهم.
افهمك حاجه. أيوة. تفهمي على الواد اللي اسمه حماده ده اوعى يخط البيت ده هنا الا وفي ايده الشقه، مفهوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك؟ تعبان قوي من كتر اللف بالعجله، عضلاتي ضربت والعجله ضربت. وانت يعني كان لازم تجهد نفسك بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ حماية مش عايز يرحمني. ارحم انت نفسك يا اخي. هيحصل. شايف بنى على رجلي هنا وفيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ده انت اكيد مخدرب يا اخي. رجليا بتنح عليا والميه والملح بتهديها. انت فاكر نفسك في بيتكم؟ ده انت هنا في الشغل يا اخي. والله يا استاذ شديد ليس على المريض يحرك. ويرضيك حد من الرؤيا سيعدي وانت حاطط رجليك في الميه كده؟ لا. ويرضيك ان انا اتحول بسببك للتحقيق؟ لا. ويرضيك ان يتكتب فيها تقرير وحش وانا ملفت طول عمره نضيف؟ لا. يبقى لم نفسك بقى يا اخي. وبصراحة عم حسون عنده حق، مسألة الشقة دي طالت وباخت. يعني ايه نتقابل في السر واحنا مكتوب كتابنا؟ هي صحيح نكتة، بس احنا بايدينا نعمل ايه؟ ولا حاجة. ايه؟ ايوه كده اضحكي اضحكي، احنا واخدين منها حاجة. ودموع يا حمادة. مالها؟ خايفة لحد يشوفها. مين اللي هيشوفها؟ حد من اللي حوالينا. هما درانين بنفسهم. بص بص شوفي واتفرجي. اللي كنت خايفه لا يشوفوا دموعك. الحكايه راح فين الحب والضحك والفرح؟ هو كيوبيد اخد اجازه؟ لا بيقولوا متجبس ولاعت في المستشفى. يا حرام، خبطته عربيه؟ لا الغابي راح يتجوز، قال لي حمام عندي الشقه رمام الدور السابع. حلوه قوي. 3500. اه دي في ايدينا. تلاتة الباقي دفعة تعاقد 8 اقساط ربع سنوية. اه بس دي للاخوة المصريين اللي عاملين في الخارج، يبقى انا لازم اسافر بره عشان ابقى من الاخوة المصريين اللي عاملين في الخارج. دي ايه بقى؟ دي 4 غرف وصالة 50,000 جنيه. كتير. شقة بالدور العاشر. طب ما جايز طبعا في اسانسير هنا، دي سهله، دي حلوه، دي نشوفها. دي بدون مقدم، حلو، بدون خلو، جميل، بدون ارضيات، بدون شبابيك، بدون الصحي، بدون الاعمده المسلح، بدون سقف. اه 150,000 جنيه ديكور. 150,000 جنيه ديكور، كله 150,000 جنيه، 60,000، 100,000،
مفيش حتى اوضه واحده بحمام مشترك. ايه حكايه الجرارير اللي انت طالع لي فيها اليومين دول؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ لفي مع السمسار ما جابش نتيجه. دوختي وتعبي برضو ما جابتش فايده. ويعني الجرارير دي هي اللي هتجيب الفايده؟ مين عارف؟ اديني بقرا الاعلانات يمكن تفرق. تفرق؟ الاعلانات كلها بتقول فيلا تصلح لشخصيه عظيمه، شقه تصلح لبنك. سيادتك بقى شخصيه عظيمه؟ لا. سيادتك بنك؟ لا. خلاص ما تضيعش وقتك وتضيعني معاه وتاوي الجرايد دي في اي حته. طب وحضرتك هتضيع معايا ليه؟ ما عشان لو اي حد عدى من المسؤولين هنا دلوقتي وشافك وانت فاتح الجرايد دي هيقول ايه؟ عنده موظف واحد ومش قادر يحكمه؟ ويرضيك جوازتي كده تفضل من غير تنفيذ؟ لا. ويرضيك حماقه يقعد يزل فيني عشان مش لاقي شقه؟ لا. ويرضيك؟ خلاص خلاص اقرا بقى وخلصنا، وياك محدش يمر بقى بالرؤيه. انت انسان، انت هايل، انت كان لازم تبقى المدير العام. بس هما يدوني الدرجه اللي واكلينها عليا وتبقى نعمه. معقوله دي؟ انا مش مصدق عيني. ايه لقيت ايه؟ اعلانين ورا بعض، جايز واحده فيهم تلفق. وتقول لي اخد اذن واروح اشوفهم. ويرضيك؟ يرضيك يا استاذ شديد ان مستقبلي يضيع؟ لا. ويرضيك بسببي انا مصطفى يسيب هدى؟ لا. ويرضيك؟ خلاص 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 روح شوفها بس ما تتاخرش. مسافه السكه. ماما بابا شقيقتي، يسعدني ان ادعوكم لهذا الحفل الصغير بمناسبه اني قدمت طلب عشان اخد 6 فدادين في الصحراء ازرعهم معمر. اهو كده الشباب لازم يشوف له حل ويتصرف. الف مبروك. مبروك مقدما يا حبيبتي. انا ولو اني مش فاهمه جين سعادة انت تكون، لكن الف مبروك يا روح ماما. وقريبا ان شاء الله هكون من ذوات الاطيان، ولا حد يذلني عشان شقه ولا حد يعكنن عليا. قولي لها انا عارف كان يوم اخبر يوم وافقت على جوازك من حماده. مظبوط يا سعاده البيه؟ ده فعلا مظبوط، بس ده كان زمان. كل الشقق راحت، ما فاضلش غير شقه واحده وانا عطيت كلمه بيها. خلاص. كلمه يعني مفيش تعاقد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كلمتي احسن من العقد. بقول لك ايه؟ عيب كده هزعل منك صحيح يعني. انا هشوف حضرتك. ايه تشوفني دي؟ تعالى هنا قرب مني. ايه تشوفني دي؟ عيب قوي هزعل منك، وبعدين مش هيبقى فيه كده يعني. انا بقول لك انت حر. ماليش دعوه بيك والله. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا كده غلط، كده غلط فعلا وهزعل منك. لا كده انت مش شايفني حقيقي، مش شايفني خالص. بس يعني انت كده قربت تشوفني بس مش قوي يعني. والله الحقيقي يعني هقول لك حاجه، نظرك 6/6. نظرك يعني غريب. بقول لك ايه؟ معاك عربيه علشان نشوف الشقه. نشوف الشقه؟ ايوه يا بيه، ما احنا شفتك لسه هشوف الشقه. لا على العموم انا مش عربيه، انا معايا بسكليت. تنفع، خدني وراك يلا. ايوه. لا لا، اكبر مشروع هعمله السنه دي ان شاء الله. 40 عماره، كل عماره 40 دور. لا والله لغايه دلوقتي اتحجز منهم 26 عماره. لا تحت امرك، بس سيادتك شرفني بسرعه. اوكي، اليوم بيفرق كتير معايا. اوكي، لا لا قوي قوي قوي. 12 شقه حاضر. تحت امرك، مع السلامه. هي عجبتك الشقة؟ آخر حلاوة، آخر جمال، آخر طعامة. المقدم جاهز يا فندم، ومتشوق للمسة من إيدين حضرتك. والعقد كمان جاهز. 2000 جنيه بالتمام والكمال. ما أنت هتسكن بيهم، وهيكتبوا في العقد إنهم مقدم إيجار. يا بخت جوزك بقلبك الكبير يا رفيسة هانم. العقد وبنمضيه، لازمته إيه بقى الكلام ده؟ الحقيقة ده اللي أنا شايفه، حد غيرك يا فندم كان خد ال 2000 جنيه دول على انهم خلوا رجل. لا لعلمك بقى، دي اول عماره ببنيها وباخد فيها مقدم ايجار. كل العمارات اللي بنيتها قبل كده لا خدت لا خلو ولا مقدم. ايوه يا فندم، ايوه انا فاهم، عشان الاسعار ارتفعت يعني، فعشان كده حضرتك خدتي مقدم ايجار.
انا عايزه اجمع اكبر مبلغ عشان انفذ بيه مشروعي الكبير اللي هنقذ بيه بنات حواء. هما لا مؤاخذه يا هانم، يعني بنات حواء في ازمه؟ بنات حواء يا استاذ في مصيبه، في كارثه، دول قربوا يعنسوا. لا مؤاخذه يا هانم، يعني من قله الارسال؟ لا، من قله الشقق. الشباب حصل له احباط، ما بقوش خلاص بيفكروا في الجواز. يعني حضرتك هتحلي الازمه ازاي؟ اقول لك هحلها ازاي. انا هبني عمارات وافرش كل شققها وابيعها بالتقسيط المريح لبنات حواء. ده بقى اللي هيحل الازمه؟ اكيد، لان اي بنت عندها شقه ومفروشه كمان هتلاقي بدل العريس الف. طب وبنات ادم ولاد ادم مالهمش نصيب في مشاريعك دي؟ بصراحه لا، انا كل اللي يهمني بنات حواء وبس، لانهم غلابه ومظاليم زي حالاتي. ايوه اهلا. مالك وايه كل اللي انت شايلاه ده؟ مدوخني، عمال اطلع في ورق من هنا ومن هناك واقدم في طلبات هنا وهناك، بس برضو مش حاسه هفضل وراهم لحد ما اخد الست فناديق. معلش ربنا يجعل تعبك بفايده يا رب. القهوة. شكرا. العفو. ايه اخبار السيبوجي بتاعك؟ حمادة، اسمه حمادة. بعدين انت مش قلتلي ما كلموش وما شوفوش؟ معك حق فعلا. وده مين الرايق الظريف اوي اللي جاي ده دلوقتي؟ عارفة. مساء الخير يا سوسو. دودو. مساء الخير يا عم. زي الغلاسه والرزاله والتباتة، احنا كنا ناقصينك دلوقتي انت راخر. الله 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 الله، وايه الغلط ده؟ يا ابني يا حبيبي، احنا مش نبهنا عليك كلنا، كل افراد البيت، قال لك خف رجلك شويه وحل عننا بقى تبطل تيجي هنا. حصل. طب جاي ليه؟ خلاص ما بقاش فيه دم؟ لا، بقى فيه عقد. عقد؟ عقد ايه؟ عقد جوازك؟ لا يا حبيبي، عاد الشقة بتاعتي انا وسهير حبيبتي، روح قلبي حياتي ضيع عينيا. احتاجش معاك شوية الكلام اهو. بقولك ايه؟ انت من هنا ورايح هتحاسب على كلامك وتحافظ على ملفظك. ولد حمادة. استاذ حمادة. حمادة ما يصحش كده. اخلص انت يا حبيبتي. نفسك خلص طاري وبرد نارك. ده يا مزلني. خلص طارك وبرد نارك وانا اللي بحبك وبعتبرك زي ابني وبحترمك. يا خد ماسكن يا اخويا. دلوقتي بقيت زي ابنك يا راجل يا مفتري. مفتري؟ شايفه بيعلي صوته ازاي وهو كان بيقف قدامي زي الفرخه الدايخه ويقول لي يا عمي؟ كويس انك انت فكرتني، حكايه عمي دي انا سحبتها، ومن هنا ورايح هقول لك يا حسونه بس. حماده قال كده، ده بابا. سيبيه يكشف نفسه، هو نفس اللي اقدر اوقف له الجوازه دي. ولا تقدر تعمل حاجه. كتابي ومكتوب عليها. والشقه اللي هي عش الزوجيه موجوده. وعرفا وشرعا وقانونا. دي مراتي حبيبتي، اقدر اخدها في اي وقت. مكسوفه؟ هو يا ابني ده طار بيني وبينك ولا ايه؟ قول لنفسك يا حبيبي ولا ناسي؟ مساء الغلاسه يا خلص، خف رجلك شويه، تيجي هنا كل حين ومين؟ تكونش فاهم عيشه الفراخ اللي حضرتها دي هتبقى عيشه زوجيه؟ لا يا حبيبي، دي شقه اربع اوض تفرح القلب الحزين وعقدها معايا. وانا مش هصدق الا لما اشوفها. ليه؟ انا كنت جاي هنا عشان اتملى بطلعتك البهيه، انا جاي عشان تشوفوها، ويلا بينا بسرعه. اوام ها ايه رايك في الشقه؟ بصراحه برافو عليك يا سلام، شقه شرحه وبرحه وهاويه وجميله. نتكلم بقى في ميعاد الفرح. ايوه بس يعني بقول يعني ان يعني متاخر شويه عشان خاطر على ما اجهز العفش. وليه ما جهزتش بالعفش على الصورة؟ ايوه اصل انت عارف يا ابني الشقه عندنا ضيقه ويا دوب يعني كان فين هحط العفش فين؟ طب احنا ذنبنا ايه ان شقتك ضيقه؟ ما تاخد شقه برحه زي دي يا اخي. حاجات يا ابني هتحكم فينا في الشقه ولا في العفش؟ معلش يا حماده، ما هم صبروا علينا كتير، نستنى عليهم شويه. عشان خاطرك انت بس. ماشي. ده لا يمنع انك انت تخلصنا. ايوه هخلصك يعني، بس اديني مهله. يكفيك مهله قد ايه؟ ايوه يعني سنه كتير. طيب تسعة اشهر.
كتير. 6 اشهر كتير. شهرين ونص. هو اسبوع واحد مفيش غيره. ولا كلمه ولا كلمه ولا حركه هتضرب في المليان عادي. اسكت ولا كلمه قدامك اتمرمى. اسكت ولا كلمه. انا الشوط طلع تمام، السلاح صاحي، انما الدنيا كلتني صحيت مع سلاحي يا عصابه يا نور. اسكت اسكت. وقف جنب البطرش، وقف وشوف الحيط. اي حركه اي نفس هضرب بالرصاص عدل. معتدى مرش. كاسفين قوي قوي يا جماعه، لان اول ما جالنا بلاغ ضد النصابه نفيس عملنا كمين وقبضنا عليه. طب تقبضوا عليه ليه بدل نفيسة؟ لاننا كنا فاكرينه جوزها وانها بتبعته ويفرج الضحايا على الشقه. انا مش فاهم حاجه. افهمك تاني، العماره اللي القبض عليك فيها دي مبنى حكومي وملك الحكومه. ملك الحكومه؟ طب ايه؟ لا دي العماره دي ملك نفيسة. ايوه بيه، هي اللي اجرت لي الشقه، اديتها مقدم الايجار، ادتني العقد. وانا بقول لك العماره دي ملك الحكومه ونفيسة دي نصابه لهفت القرشين منك ونصبت عليك. برضو مش فاهم حاجه. فهموا انتوا بقى. اللي خدت منك مقدم الايجار دي نصابه، والشقه اللي اجرتها لك مش ملكها. يعني ايه؟ يعني احنا اسفين، اسفين اللي قبضنا عليكم، وانتوا تقدروا تتفضلوا دلوقتي مع السلامه وتبقوا تفهموه بره براحتكم. متشكرين قوي حذرت. واحنا كمان مش هنسكت الا لما نقبض عليها ونرجع لك فلوسك. انا مش فاهم حاجه. معلش تعال تعال مين يا ابني. يلا يا حماد يلا بينا. مصيبة وأكبر مصيبة كمان. يا ساتر يا رب، يكفينا شر المصايب. ما تروق أمال كده يا سحسونة. أيوه هروق إزاي بس؟ افرض إن البوليس ما عرفش يقبض على الولية النصابة دي، يبقى العمل إيه؟ وإحنا هنشيل همه ليه؟ ده على رأي المثل، من شال همه وهم غيره بتوقف على حيله. أيوه ما همه ده جاي على دماغنا برضه، دي لهفت منه القرشين اللي كان هدفعهم مقدم إيجار الشقة. دي مشكلته هو، مالناش دعوة إحنا، إحنا علينا نجهز شقة بنتنا وبس. يعني لسه هنستنى كمان 10 سنين لما يحوش فلوس عشان يدفعهم مقدم ايجار الشقه ده بعده. وقال صور المشبوهات افرزها كويس وخد بالك، جايز تكون ساعه ما نصبت عليك متنكره ومغيره شكلها. يعني ايه؟ يعني لابسه باروكه، مناخير صناعي. لا دي ما كانش فيها اي حاجه صناعي، دي كانت حلوه وبيضه وعامله زي لقطه القشطه. ما عشان كده عرفت تضحك عليك انت وغيرك. لا بيه، نفيسة مش في دول. ما يهمكش، اطمن، هنقبض عليها ونرجع لك فلوسك. انا واثق من كده بيه، بس من هنا لحد ما تقبضوا عليها حماها يعمل معايا ايه؟ تطلعها يا عمي حسونة بيه، استاذ حسونة بيه، طول عمرك استاذي وعمي وسيدي وتجراسي، وانا برضو تطلعها. يا سهير والجماعة فين؟ سهير والجماعة نزلوا خدوا هدى وراحوا يزوروا جماعة أصحابنا. يعني مفيش حد هنا تتمحك فيه، وحتى لو موجود حد أنا اللي كلمتي هي هتمشي. طب ممكن نتفاهم يا عم حسونة بيه؟ مفيش تفاهم، تطلقها يعني تطلقها. بطلقها ليه؟ لأنك صايع ضايع مليطي، ما قدرتش جاهز شقة الزوجية لبنتي. يخرب بيتك يا فيزا، يخرب بيتك يا بطل نت يا حبيبي وقوم هات المأذون. مفيش داعي المأذون وكل مشكلة ليها حل يا عمي. وإيه الحل يا فالح يا صايع يا ضايع يا مليطي؟ يعني في أمل إن البوليس يقبض على نفيسة وترد الفلوس؟ مظبوط، في أمل إن البوليس هيقبض على نفيسة، بس نفيسة ساعتها هتكون ضاعت كل الفلوس. بلاش دي، في أمل إن
ان الواحد يستلف قرشين. يستلف ومين يعني اللي هيقدر يسلف واحد صايع ضايع مليطي زيك؟ بلاش دي، في امل يا عمي ان الواحد يحوش قرشين. موت يا حمار على باجيلك العلي، تحوش قرشين ولسه هنستنى 10 سنين تاني عشان تحوش قرشين؟ انا كل ما اقول لك حاجه يا عم تروح مقفلها في وشي. برضو في حاجه اسمها امل. اسمع انت، مشكلتك دي ملهاش غير حل واحد بس. لا يمني عليه، تطلعها يا دي النيله. مش مطلعها خلاص، مفيش بينا وبينها غير المحاكم، هي اللي هتخليك تسيبها. ويهون عليك يا عمي، العيش والملح اللي بينا، انا ما يهمنيش غير مصلحه بنتي وبس. ويعني هي مصلحه بنتك انك تحرمها من الانسان الوحيد اللي رضي يتجوزها؟ نعم اللي يعني اللي بتحبه وبيحبها. الكلام ده يا حبيبي في الكتب والروايات بس، مفيش غير المحكمه هي اللي هتخليك تسيبها. طب ايه رايك يا عمي مثلا لو حضرتك يعني اديتني مهله اجهز فيها بالشقه؟ مهله قد ايه يعني؟ استنى كويس، كتير. 9 أشهر؟ كتير. 6 أشهر؟ كتير. 2.5 شهر؟ هو شهر واحد ما فيش غيره، قلت ايه؟ حاول ايه؟ ربنا على المفتري. مين المفتري ده؟ نفيسه. ربنا يهدي كنفيسه. بيتي كان فيزا. انا وليلى ما ادرينا باللي حصل، بطلنا ناكل، بطلنا ننام، بطلنا نشرب. ده انا كده يا جماعه اتضح ان انا غالي عندكم قوي. تعبيت علي، خليك عزق مازي، يعني لو طلت افتك معنا يفتك. عشان تصدقني كلام مش مجامله ولا اي كلام، ادي سيختي خدها بيعها، ولو انها غالية عليا من ريحة المرحومة ماما، لكن ما تغلاش عليه، خدها خدها خدها، وبتمنها خد ال 150 جنيه بتوعك، وبالباقي فك زنقتك. ولو معاك 50 جنيه دلوقتي اديهم لفك زنقتي. لا لا، خلوا صغيرتكم معاكم يا جماعة، أنا مش جاي عشان الفلوس. تظهر فرجت بقى وإحنا مش واخدين بالنا. لا فرجت ولا حاجة، هو بس أنا بصراحة عايز بس اعيش على امل، يبقى عندي امل واحد بس امشي بيه. امل ايه؟ انت كل يوم لك شريط، امل ايه اللي انت جاي تدور عليه عندنا؟ القضيه بتاعت الوقف اللي كل العيله بتجري فيها. وانت ايه اللي فكرك بايه؟ المصيبه اللي انا فيها. بس انت خسرناها من زمان. دي من سنين بقت في الباي باي. الباي باي؟ يبقى انا يا جماعه باي باي. انا كنت فاكرها قش اتعلق بيها. لكن اصدار البخت زي ما هو. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. كلنا بعقله حلاوة. كلنا بعقله حلاوة، وافرض يعني لو كان خد الصيغة دي وراح يبيعها ولقاها فالصة، كان موقفنا هيبقى ايه؟ وافرض لا، ما خلاص كلنا وبلفنا. ايه أخبار نفيسة؟ ترد النيل على نفيسي. يا ابني انت ايه؟ انت مالكش شغلاني؟ مالكش شغلاني؟ انا عايز اقابل حضرتك بالظبط. انا شايف انك رجلك دست الاسم هنا كتير، ده خطر عليك، خطر عليك عشان خاطر يسمع كلامي. بس انا عايز اقابل حضرتك بالظبط. الراجل زهق منك، ما عادش قادر يقبلك ولا يشوفك، اذا كان انا امباشي زهقت منك ومش قادر اشوفك. بس انا عايز اقابل حضرتك بالظبط. بس انا بقول لك انك هتندم، لانك دلوقتي انت بتتحايل عليا يعني علشان تخش خطه الظابط، بعد كده هتتحايل علي انك تخرج من عند خطه الظابط. بس انا برضو عايز اقابل حضرتك بالظبط. خلاص اتفضل قابل. اتفضل اتفضل. ادخل. انا حماده. اتفضل. مفيش اخبار عن نفيسه لسه؟ واطمن،
هنقبض عليها يعني هنقبض عليها. طب والفلوس اللي لحفتها مني؟ هنرجعها لك يا حمادة، وبلاش تيجي هنا تاني بقى. أول ما هنقبض عليها هنبعت لك. طب سعادة البيه، في أمل يعني تقبضوا عليها خلال قد إيه؟ سنة. كتير. ست شهور. كتير. ثلاث شهور. كتير. يعني مش ممكن مثلا خلال أسبوع؟ وأقل من أسبوع هنمسكها ونرجع لك حقك. يا ريت. ده مديني مهلة شهر، شهر واحد بس. هو مين؟ حماية حسونة بيه، قال لي لو ما جهزتش بالشقة خلال شهر هيفسخ الجواز. آه، وعشان تجهز بالشقة عايز الفلوس اللي لهفتها منك النصاب؟ وعشان كده أنا باجي أسأل عن أخبار نفيسة. أنا قلت لك ما تتعبش نفسك، هنقبض عليها وهنبعت لك، فهمت؟ آه، فهمت يا بيه. أيوة بس ما هي لو اتقبض عليها يبقى خلاص اتحلت. إنما بقى لو ما اتقبضش عليها يبقى أنا هروح في بلاش. هروح ده إيه؟ أنا روحت خلاص. ضعت. بابا. نعم. حقيقي الكلام اللي حمادة قاله لي ده؟ قال لك إيه يا حمادة؟ قال لي إن حضرتك اديته مهلة شهر وبعد كده هتفسخ جوازنا؟ أيوة مظبوط، وإذا ما نفذش الاتفاق أنا هرفع عليه قضية وأجبره إنه يسيبك. يا سلام، كده من غير ما تاخد رأيي؟ إحنا ما عندناش بنات يتاخد رأيهم، واللي أقوله لازم يتنفذ وأنت عارفة كده كويس. يا حبيبتي ده باباكي وهو أدرى بمصلحتك. اخلصي أنت واسكتي شوية، اخلصي. أيوة معك حق، معك حق فكرية. يا بابا أنا مصلحتي إن إحنا نقف جنب حمادة في محنته، لا نطعنه ولا نغدر بيه. إيه ده؟ أنت بتخرجي عن طوعي يا بنت؟ يا بابا أنا بحبك وبحترمك ومش بخرج عن طوعك، أنا بس بقول رأيي وحضرتك ممكن تعتبره كلام في الهوا. أيوة هو في الهوا فعلا، وتفضلي غوري من وشي دلوقتي. مش كده يا حسونة، بالهداوة عليها يا حبيبي، معقول كده؟ اسكت انت، اسكت. يا حبيبتي يا بنتي مدوخينك. هم مدوخيني بعقلي؟ تصور يا بابا شهادة التخرج بتاعتي، بيقولوا لي هات شهادة من اثنين موظفين بان الشهادة دي بتاعتي انا. فالزورة دي ولا ايه؟ هو احنا حد مغرقنا مودينا في داهية غير الروتين؟ بس انا مش حاسه، هفضل وراهم برضو لحد ما اخد الست فدا دين. دي المهلة قربت تخلص، ما فضلش غير اسبوع. يرضيك، يرضيك ابوها يرفع عليها قضية طلاق؟ يرضيك انه يطلق مراتي مني؟ لا. طب ليه انت مش عايز تطلب الشاويش وتساله اذا كان قبضوا على نفيسه ولا لسه؟ مش يمكن قبضوا عليها ويرجعوا لي الفلوس وتفرق؟ طب وما تكلموش انت ليه؟ اصل بصراحه قرف مني خالص، خلاص ما بقاش طايق لا يشوف وشي ولا يسمع صوتي. خلاص يا سيدي اكلمه وامري لله. حضرة الشاويش حمدان؟ لا. كنت عايز اسأل اذا كان قبضوا على نفيسة ولا لسه؟ ده يا تخرب بيتك وبيت نفيسة في يوم واحد. انت يا جدع انت هتلغطني؟ ما قلت لك ستين مرة اول ما نقبض عليها هنبعتها. افهم بقى يا بجم وارحمني وحل عني. مبسوط كده؟ هتهزق بسببك انت؟ ده انا بقالي 50 سنة ما تهزقتش، هتيجي تهزقني انت؟ معلش حقك عليا، ما انت عارف ظروفي، عارف ابوها المفتري ده، حتى خلاص منعها لا تتصل بيا ولا تقابلني. ما هو انا عشان كده وبعد تفكير عميق قررت ان انا انقذك من ورطتك دي وادي لك الهديه اللي انا كنت شايلها لابني. ايوه بس انا اعرف ان حضرتك مش متجوز. ابني اللي هخلفه بعد ما اتجوز. وايه الهديه دي؟ فيلا كنت شايلها لابني لما يكبر ويجي يتجوز ويعاني المعاناة اللي انت بتعانيها دي. فيلا؟ فيلا، وقلت بقى انقذك من ورطتك واديك الفيلا دي. هي دي هي فرحة الدنيا، غني يا قلبي غني يا عليا. هي دي هي هي دي الفيلا، هي دي الفيلا، هي دي الفيلا. هي دي الفيلا؟ ايوه، وعليك انت تكمل بناها، اوضه هنا، صاله هنا، حمام هناك كده يعني.
طب افرض انا قدرت ابني ده كله، ازاي اعيش انا ومراتي سهير في الهو ده؟ بسيطه، ترخص لك حته سلاح وتنام وانت مطمن. افرض رخصت حته سلاح، ها هوصل لمحطة القطر ازاي؟ بسيطة، تشتري لك ركوبة زي دي توصل بها انت ومراتك لغاية محطة القطر. انت عارف ان احنا جايين في الركوبة دي في قد ايه؟ في ساعة ونص. بسيطة يا اخي، اصحى بدري. الله، ده احنا لو حسبنا مسافة الركوبة ومسافة القطر ومسافة الاتوبيس عشان نوصل للشغل انا ومراتي لازم نصحى بالليل الساعة واحدة. وفيها ايه لما تتعبوا شوية؟ ده انتوا شباب خير يا صحيح. تعرف انت لما كنتش رئيسي وحبيبي كنت عملت فيك ايه؟ ايه؟ كنت نطيت في كرشك. ده جزاء ان انا عايز اخدمك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا مؤاخذة، أنت مسنوق في مطرح ونفسك تسكن؟ إيه؟ أنت راخر عندك عيشة لوكس عايز تسكنني فيها؟ لا، أنا عندي بقى حتة فكرة إنما تحل لك مشكلتك من جذورها. فكرة إيه يا فصيح؟ هي فكرة بسيطة بس اللي أنا بستغرب له، إزاي فكرة زي دي تفوت منكم يا بتوع البندر يا متعلمين يا متنورين؟ ومين كان أستفيد؟ في يوم من الأيام أنا زعلت مع أبويا، حلف يمين كبير قوي إن أنا ما أقعدش في الدار، طردني لا مؤاخذة. طب أنا مالي ولا أبوك؟ ما أنا جاي لك في الكلام أهو. تعال. وعنها، لقيت نفسي بره الدار، أقعد بقى أحط إيدي على خدي كده ولا أتصرف؟ لا تتصرف، عملت إيه؟ شغلت مخي على الحاجة بهانة عدل، ست كبيرة كده ومحترمة وغنية، رحت لها اتجوزتني وكتبت لي كل اللي وراها واللي قدامها. وبقيت اغنى واحد، اغنى من ابويا كمان. يعني انت قصدك ان انا اروح لواحده ست قريبتي عجوزه في العيله واتجوزها؟ قصدي اسكن معاها. بس بقى نصيحه، تكون كبيره في السن ووحدانيه. مش عايز منها حاجه خالص، انا مش عايز غير شقتها وبس. عارفين البندقيه والسكاكين والسواطير دي عشان ايه؟ انا عارف، عشان نروح نحطم بيهم الروتين، فيسقط الروتين. بلا روتين بلا بابا، خلاص خلاص. بس يا بنات، لما بابا يتكلم محدش يفتح بقه خالص. ايه يا بابا في ايه؟ انا قريت الجورنال النهارده، جاب حادثه فظيعه جدا، واحد من ضحايا النصابه نفيسه نقرش بالرصاص عيله خطيبته كلها. وموتهم يا سحسونه؟ موتهم كلهم، ابوها وامها يا امي واخواتها واتنين من الجيران فوق البيعه. ليه يا بابا؟ ليه؟ عشان ابوها رفض خطوبته لبنته بعد ما ضيع خلوه رجل الشقه. واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احتمل المحروس خطيبك سي حماده يعملها معانا، ما هو ده مجنون واعملها. لا 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 يا بابا، حماده مش ممكن يعمل كده ابدا. بس ولا كلمه اللي بقوله اتنفذ بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. قول يا سحسونه، كلامك زي السكر. الكلام ده موجه ليك انت اولا، هما وانت. لو جرس الشقه ضرب ما يتفتحش الباب قبل ما نعرف مين اللي بره ونسال عليه ونعرفه. حاضر يا سحسونه. ثانيا، لو كان اللي على باب حماده بقى جرس ده يرن كده على طول وانا ببندقيتي وانتوا بالسلاطين، مفهوم؟ حماده، خد بالك عن الجرس، حط كهربا كتير. حماده مات بتاع الجمرك. دي بورسعيد اللي احسد دماغك. انا حماده. امال حماده مين؟ هكون حماده امام، حماده ابن عمك. ابن عم مين؟ مش انا كان ليا عندك 100 جنيه لما جيت المره؟ ما فيش حد هنا يا جدع، افتح، مش عايزين هزار. في بس بقى عايز افقف بنتك. ايه مالك مسروق كده ليه؟ بص بالساعه يا اخويا، بص بالساعه، ده انت بعد نص الليل. في ايه؟ ما ايه؟ في مصيبه؟ مفيش مصيبه ولا حاجه. امال ايه؟ في حد من البلد جرى له حاجه؟ لا لا، امال جاي لسه عادي. بس انا جاي من البلد على هنا على طول. بلد؟ بلد ايه؟ بلد ال بعدين هبقول لك. ولا انت جرى لعقلك حاجه؟ امالك معفر كده ليه؟ شكلك لا اذي ولا مازي. بقول لك انا عايزك تهدى كده وتروق وتسمعني كويس، تخش جوه تدور في اوراق العيله وتجيب لي عنوانها بسرعه عشان اروح انام ساعتين وانت كمان تخش تستريح. ما تتنحليش كده، خش هات لي عنوانها. عنوان مين؟ عزيزه هان. عزيزه هان مين؟ ثاني من هذا الست الكبيره دي اللي ايفيت ولد خرشيش مرسي اللي دايما كانوا يضحكوا عنها ويتباهوا بيها. يا عم ودي حد فاكرها؟ دي اثريات حفريات. الساعه معاك كام دلوقتي؟ 3:15. يا زمانها ماتت. ايه يا ماما، في ايه؟ في ايه؟ على كلمه، يلا
لا سكينه ولا سطور عشان نواجه اللي جاي ده دلوقتي. احنا مش بتوع ساحه بيضاء يا اخوانا. بعد ما اخلص عليه هعرف اتفاهم معاكوا كويس وهسيبكوا كويس. يا اخويا ده البنات. افتح يا ساحه السودا. افتح. طب يا اخويا حاضر حاضر حاضر. يا جماعه في ايه؟ مش عايزين تفتحوا ليه؟ ولا حركه ولا حركه يا مليان. هزار ايه بس ده يا عم؟ ما مش هزار. ايدك لفوق وقال لي هتلاقي رصاصه خرمت نافوخك. بتتكلم جد؟ جد وستين جد. كنت فاهم من المحصل ولا فاهم انك هتعمل فينا زي صاحبك بتاع نفيسه اللي خلص على بقيه عيله خطيبته. حضرتك قريت الحادثه في الجرنان يا عمي؟ ايوه قريتها واستعديت لك يا حلو. مش كل الطير اللي بتاكل لحمه يا عمي. حسون نبي ايه؟ استاذ عمك حسون نبي. استاذ عمك حسون نبي. انا هقول لحضرتك انا مش زي الناس دي كلها يا عمي. انا بحبك وبحترمك واللي يحب واحد ويحترمه مش ممكن يقتل. بقول لك ايه؟ الكلام ده ما بتليش عليا انا، تقول حد تاني. فتشي. حاضر يا اخويا حاضر. لا يا سحسونه خلاص، ما دام بيضحك يبقى معهوش اسلحه. معكش اسلحه؟ وما جاي تعمل ايه؟ بصراحه المده لسه ما خلصتش وانا لقيت حل. ايه هو الحل ان شاء الله؟ بصراحه ما اعرفش اتكلم تحت تهديد السلاح. حاضر. ادي بده ايه يا اي حاجه. تعالوا 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 دبروني، قولوا لي اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم. ليه كده بس؟ كان مستقبل كل ده فين؟ واخرتها خيرتني. ما تقعد بقى كده وتهدى وتفكر وتخليك ايزي ميزي. ما اعرفش ده لما اعرف هو ليه كان واخد عنوان عزيز هاني. ما قلت لك الحكايه اكيد فيها تركه كبيره وعايز يورثها لوحده. ما ينفعش يا حبيبتي لا انا ولا هو نورثها. في قرايبنا يورثوها شرعا اكتر مننا. كونش قصده. معقولة دي؟ ليلى فكرت في ايه؟ انت مش بتقول ان الست دي لو كانت لسه عايشة زمانها كده بقت عجوزة وكركوبة؟ اه وعدت السبعان. يبقى فهمت. اكيد قالك دي خرفت وناوي يدحلبها وياكل بعقلها حلاوة لغاية ما تكتب له اللي حلتها. هي دي خطته عشان كده مرضيش يقول لي هو خد عنوان عزيزة هانم. لا وانت ناوي تسيبه ينفذ الخطة لوحده ويلها في القرشين؟ اسيبه ازاي؟ انا على قلب البرطلان. احنا اولى بكل ما لم حلتها. مسكينه قطة انت جعانه. معلش معلش اصبر شويه. عصفوره انت كمان جعانه. معلش ثانيه دلوقتي يجي ويجيب اكل. ايه ده ثانيه انت خرج ليه؟ فين اكل عشان عصفور وعشان قطه؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ يعني محدش راضي يدينا حاجه تانية على الحساب. ايه ده؟ انت مش فاهمتيهم ثانيه ان شيك مرتب شهري من اوقاف اتاخر ولما يجي نصرفه ونديهم؟ قالوا ان احنا بقالنا شهرين ما بنسددش اللي علينا. ما احنا كمان بقالنا شهرين شيك متاخر ومفيش فلوس. مش فاهمتيهم؟ فهمتهم وبرضه مفيش فايده. ايه دي؟ امان ربي مفيش في قلوبهم رحمه؟ بنت ثانيه روح عندها استاذ عبدو البقال. انا من نفسي قلت له يطلع يكلمك وقال ان هيحصلني بعد شويه. طب روح هات اكل عشان عصفور واكل عشان قطه. الاكل اللي هنا ما ينفعهمش غير اكل مخصوص يا بلاش. طب بعدين عصفور سوسو من الجوع، بتناونو من الجوع، واحنا كمان هنصوت وهنولول من الجوع. ايه دي؟ ها؟ يعني ايه؟ بتقولي ايه؟ يعني خلاص مفيش تموين. كله مفيش مفيش مفيش. انت ليه فكري؟ كله كلمه في بوكك. مفيش مفيش مفيش. روح اعمل فنجان قهوه. برضه مفيش. ايه ده؟ انا اسكن في بيت زي ده؟ احمد ربنا انت كنت لاقيه. والله كويس خلاص اهو خليكي تتستري وتقعدي بقى. ايه ده بابا ده؟ انت متضايق مني وانا قاعد على قلبك؟ ايوه قاعد على قلبي. خلصيني خليني افضل اختك التانية. الله خلاص اتفضل اتفضل. اوعى حلو يا اغلى.
برح قوي من جوه. ماشي يا اخويا طلاق. وزي ما انتوا شايفين انا لا املك من حطام الدنيا شيء غير شقه حقيره دي وصور اجداد. معقوله استهانم بقى الشقه الفخيمه الواسعه الرحمه دي والعرش والموبيليا دول تقول عليهم حقيره؟ يبقوا ايه دول جنب قصور انا عشت وتربيت فيها؟ مش مهم يا استهانم. يعني ايه مش مهم؟ ثم ليه تقاطعيني؟ ايه دي انت مفيش ادب مفيش اخلاق في اداب حديث مفهوم؟ حاضر امرك يا استهانم. وكمان انا عندي ثانيه شغاله واحد فقط لا غير ومرتب شهري من اوقاف بيجي بشيك اصرف منه يا دوبك انا ثانيه وانا وقت واصفر. لزومه ايه الكلام ده بس يا عزيزه هاني؟ يمكن تفتكر انا غنيه لازم اكون واضح وتعرف اني فقير. فقيره ولا غنيه ده شيء ما يهمناش. احنا عمرنا ما فكرنا في الموضوع ده خالص يا عزيزه هاني. جايز ربما حد قالكم اني املك ثروات املاك عشان جيت انتوا جيتوا فكرتوا تزوروني. اطلاقا يا عزيزه هاني. امال وغلط انا عاوز افهم ليه جيتي تزوري واحده قريبه عمرك ما شفتيها؟ ايه اللي خلاك فكرتي فيها عشان تيجي دلوقتي تزوريها؟ هو في الحقيقه يا استهانم ان هو انا سالت انت تغرسي ولد تغرسي خالص. انا سالته هو يرد. هو اصلا اغرسي انت كمان. هو يرد في الحقيقه يعني رد. ما هرده في الحقيقه. انا كنت محوش قرشين عشان ادفعهم خلو رجل شقه. بعدين جت واحده اسمها نفيسه. ده هي تخرب بيت كان فيزا. جت لهفت القرشين. وانتي جايه هنا علشان استلفي والهافي قرشينات تانيين مني انا؟ اطلاقا يا عزيزه هاني. برضو لسه ما جاوبتيش على سؤالي. ايه فكرك تزوريني؟ في الحقيقه بعد ما ضاع مني خلو الرجل انا نفسي ضعت خلاص. ما بقاش في امل ان انا الاقي شقه واتجوز فيها. مش فاهم. ما انا اقول لحضرتك يعني حضرتك عارفه يعني مشاكل العالم الثالث كثره الانجاب وقله الانتاج مما يترتب عليه التكدس السكاني. لان انا في هذه الحقبه من زمان. يا حبيبي انت هتخطب؟ مش فاهم. انا عايز اقول لحضرتك يعني ان حضرتك يعني وحدانيه محتاجه حد يعني يهتم بيكي ورعاكي. فهمت يعني انت عايزه تتجوزي جيبي مراتك اسكني معايا هنا في الشقه. صح وتبقى المسائل يعني متبادلة. حضرتك تبقي موجودة احنا موجودين معاكي نهتم بيكي ننوسك وانا ومراتي يعني نتجوز ونلاقي شقة. عبر مالك انا فهمت انت عايزة تتجوزي وقعدي معايا هنا. انا مبسوط منك كتير علشان انت واضحة وصريحة. يعني حضرتك موافقة؟ لا لازم اديني مدة افكر وادرس موضوع. واذا كان يعني على الفلوس ما تحمليش هم. مرتبه ومرتبها يكفيهم وزيادة. ايه فلوس دي؟ انا ما يهمنيش فلوس. انا ايدي دي يا ما مسك فلوس يا ما صرف فلوس. جخيب اكتر ما انت خايف. والله ما انت فالح. ليه بس يا عم حسونا بيه؟ يعني كان لازم تقول لها الحقيقة. امال يعني كان هيقول لها ايه بس يا بابا؟ ما حضرتك شفت اسئلتها. كان يقول لها اي حاجه غير الحقيقه؟ في حد في زماننا ده دلوقتي بيقول الحقيقه؟ انا ماليش دعوه بغيري. يعني ايه يا فالح؟ يعني بصراحه انا كنت هقول لها الحقيقه سواء سالتني او ما سالتنيش. برافو شاطر يا ولا. ابقى بني اذا دخلتك الشقه ولا قعدتك معاها. بالعكس بقى دي حتى كانت مبسوطه جدا من صراحته. ما انت هبله زيه انت دوخ. دي بتتلاقب بتستقبل. بصراحه يا عمي بقى انا كده صريح وهفضل صريح على طول ومفيش حاجه هتغيرني. والشقه ولا انت ناسي ان المهله قربت تخلص؟ ما هي قالت لي انها هترد عليا في ظرف يومين ثلاثه. وبصراحه بقى اللي يجيبه ربنا كويس. على العموم يا حبيبي انت حر. انا عملت اللي عليا بس ما تنساش ان الهدنه خلصت. اوه هنرجع تاني للممنوعات وحمل السلاح وحالة الطوارئ؟ ايوه. اطمن يا عمي اطمن لان انا في هذه الحقبه من الزمان. بقول لك ايه يا حبيبي انت هتخطبني؟ خلاص انت هنا وحلقه تحطها في ودنك. ما تعتبش هنا الا وانت جاهز للشقه. حاضر. صبر طيب. مع السلامه يا اخويا مع السلامه. انت هتسبني مع السلامه يا اخويا.
ازيك يا حماد؟ يا نهود ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. مش احنا رحنا واتفرجنا على ال يلا يا حبيبي مع السلامه. بس انت مش هتعرف حكايه. ايه ده؟ ايه اللي جايبينه ده؟ انت مالك انت من هم اللي جايبينه؟ مع السلامه مع السلامه. حطوه من بدري تكونوا عندي عشان ننزل نسرح ونجيب بقيه الورق. يلا. ايه ده؟ ايه الورق ده كله؟ ده لسه يا بابا، ده اخر شهاده طالبينها مني، عايزينها من 2 موظفين باني لسه على قيد الحياه، وبرضه مش حاسه وهفضل وراهم لحد ما ياخد الست فرادين. عزيزه هاني، عزيزه هاني، العشاء جاهز يا عزيزه هاني. العشاء سنيه. امان ربي، انا في حلم بنت سنيه؟ لا طبعا. لازم عبده بقالة فتح حسابات. لا ده من البقشيش اللي خدته من الاستاذ حماد. عفارم عليك سنية. والقطة والعصفور عشتهم طبعا. عفارم عليك سنية. عارف سنية، انا حاسس ان ربنا بعت قريبي هذا في الوقت المناسب. هو في الحقيقة باين عليه طيب ابن حلال. والله كمان قلبي انفتح له من اول ما شفته. طب بقول لحضرتك ايه، ما تخليه يجي يقعد معانا هنا، والله ده هينفعنا من مجاميعه. شو غبي سنية، لازم الاول اعرف ورا حكايات ايه، موضوعات اللي هو جايات، كذاب ولا صادق. يا سهير دي فرصة عمرنا ولازم نخطط لها التخطيط اللي هو عشان نكسب قلبها وتحبنا. نعمل ايه يعني؟ مش عارف. قول انت. يا سلام، طب ما تقول انت. انا لو اعرف كنت اقول. يعني احنا الاثنين اخيب من بعض؟ طبعا، امال احنا حبينا بعض ليه؟ ادم فرحان قوي، حط لي بازه في شعرك. شوف جميله ازاي. خليك ازم مازي. ولا ما حلوه هاي. يلا شهلي، ده انا متشوق لزياره عزيزه هانم. ما انا متشوق لها اكتر منك. ده انا نفسي بقى يبقى عندنا ذهب وياقوت والماس. احمدك يا رب. هيا دي. ايه ده؟ هيا دي العماره؟ احسن من بيتكم. هيا دي. هو مفيش بوابه ولا ايه؟ حضرتك عايز مين؟ انت مالك؟ احنا عايزين عزيزه هانم. عزيزه هانم؟ ايوه عزيزه هانم. هي كلش انت كمان قريبها؟ انت مالك؟ لازم سي حماده وصل. صح. ايه ده؟ بقول لك ايه حلوه. ايوه حلوه. ايه؟ انت مالك؟ بقول لك ايه؟ ايوه خليكي ازي مزي كده، وعايز اعرف كل حاجه حصلت. اخبار حماده تبقى عندنا اول باول. بس كده يبقى عيب. خدي. هو حرام. خدي. ما يصحش. ها اتفقنا من عينيا. ودلوقتي بعد ما عرفت اني فقيره، ممكن اعرف ايه سبب زيارات؟ اقول لك ايه، مش هتصدقي. يعني ايه مش هتصدقي؟ اصل من 6 ايام جالي هاتف في المنام، قال لي قوم يا جبان، قوم خليك ازي مازي. قلت انت كمان عرفت الازي مازي؟ قال لي قوم يا جبان، قوم ود عزيزه هانم، زور عزيزه هانم. ويصحى من عز النوم يا استا عزيزه هانم يقول لي ليلى يا ليلى، ما تعرفيش حد اسمه عزيزه هانم؟ اقول له لا، يقول لي ولا نعرفها. نامي. وما نامش انا، اقعد طول الليل سهران مفنجل عينيا في سقف الاوضه، واقول يا ترى تطلع من عزيزه هانم دي. لكن غريبه، عرفتيني ازاي؟ ما هو من كتر زن الهاتف عليا لفيت على القرايب والحبايب والصحاب، محدش يعرف عزيزه هانم، محدش يعرف عزيزه هانم، لحد ما قابلت محمد افندي صدفه. مين صدفه افندي دي؟ لا ما اسموش صدفه، انا قابلت محمد افندي بالصدفه. مين محمد افندي؟ قريب شوكار هانم. مين شوكار هانم؟ قريب بنت عمة خالد نازله هانم. مين نازله هانم؟ اللي هي سلفه مرات لزغل افندي. حبيبتي، هي لسه عايش ولا مات؟ ما اللي قابلته ازاي؟ عايش. ما هو ده اللي قال لي انك انت قربتي. فهمت. ده بالك، وانك انت تبقى بنت خالد عمة جدة ابويا، يعني جدة ابويا تبقى خالتك لزم. صح، انت مذاكره شجره عيله كويس. ناجح ولا واول ما
سعيد جه وقال لي ان عزيزه هانم تطلع كل الحاجات دي، انا قلت له لا يا سعيد، ده لابد نروح نزوروها ونودوها. يا سلام يا عزيزه هانم، ده انت فيكي شيء لله، بركاتك بركاتك يا عزيزه هانم بركاتك. يعني انتوا مش جايين تزوروني عشان طمعانين في ثروات؟ ولا عمرنا فكرنا نزور. اقصد يعني واحنا يعني كنا ناقصين ثروه ولا فلوس؟ ما تقول لها يا سعيد. مسطره والحمد لله، انا عندي جزمتين قصدي عزبتين وثلاث عمارات. واحنا وفلوسنا واملاكنا كلنا ملك ايديك، بس انت تأمر يا جميل. انا مبسوط كتير عشان انتم جايين تزوروني ومش طمعانين في ثروات. لا طمعانين، طمعانين في كرمك ورضاك علينا. ها 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 افرم عليكي سنيه، علشان نزور لازم عبد بقال وافق يفتح حساب تاني، انا حساته كتير. هلا ما وافقش. هما جبتوا منين فلوس عشان اكل عصفور اكل قطه اكل عشاننا احنا كمان؟ ده متبقشي اللي خدته من الاستاذ سعيد. سعيد تفتكر سنيه قرايبي يفتكروا زوروني دلوقتي ليه؟ ده ستر ربنا علشان يساعدونا لحد ربنا ما يفرجها وتوصل شيكات المرتب. لا انا بقول سنيه هناك اشاعه. اشاعه تكفى الله الشر. اشاعه بيقول ان انا عندي فلوس كتير، كنز، عمارات، املاك، وهم عشان كده جم زوروني عشان بعد كده يورثوني. هو احنا يهمنا ايه؟ المهم حضرتك قلتي الحقيقه. تفتكر سنيه هما صدقوني؟ يصدقوا ما يصدقوش هما حرين، المهم احنا عملنا اللي علينا. استنى استنى ثانيه، اسمع انا مش عاوز انت اوفشور ولا اكذب ولا امر، انا مش هاب كذابين ولا فشارين ولا معارين. ابدا ولا هكذب ولا افشر. ليه بس؟ عشان بكشيش. اسمع انت اطلب بكشيش مره اثنين ثلاثه اربعه بالكثير خمس مره، اعرض عليك بكشيش انت ارفض. انت عندك كرامة. فعلا انا عندي كرامة، ولا بقشيش ولا حاجة من دي خالص. افارم عليك سنية، هدي تشوف اضحك معايا. امشي يا ملك. حاضر. امشي. ايه رأيكم؟ الله حلوين قوي. حلوين قوي ازاي؟ انتوا عايزين تودوني في داهية؟ مش حضرتك اللي اقترحت ان احنا نجيب بغبغانات العزيزة هانم؟ حصل. طب احنا جبناهم فيها ايه دي بقى؟ فيها مصيبه كبيره قوي. انتوا سمعتوا ان اي حد يجي شغله ومعاه بغبغان؟ لا خلاص، لو اي حد من رؤيا سد الوقت عدى يبقى ايه العمل؟ تبقى مصيبه. اكبر مصيبه طبعا. طيب يبقى ايه اللي خلاك تجيب البغبغانات دي هنا في الشغل؟ ما انا جيت علشان اخد حماده واروح لعزيزه هانم دلوقتي. ده عنده شغل كتير قوي لا يمكن ابدا. يرضيك يرضيك ما نوديش الهديه للست؟ لا. يرضيك الشقه تضيع مننا؟ لا. يرضيك ان احنا بعد ما جيت خلاص خلاص، وانا خلصت من واحد عشان تبقوا الاثنين؟ روح معاه وتعالى بسرعه. انت قلبك كبير. يلا يلا بينا حماده. ده يظهر هيضيعني حماده ده. سيو 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 سيو. جميل جميل، انا احب عصفور هادي مش يكلم مش يعمل دوشه. لكن قولي ازاي عرفتي انا احب النوع دي؟ هو في الحقيقة عشان بس ما كنتش كذاب مع حضرتك، سهير هي اللي اختارتها. أي والله يا طنط، أنا قلبي حس كده إن هو ده النوع اللي حضرتك بتحبيه. غريبة. لا غريبة ولا حاجة، اللي بيحب واحد قلبه بيدله، وسهير بتحبك قوي. لا لا يا حمادة، مش أكتر من حبك لها. عارفة يا طنط، ده مفيش حاجة على لسانه ليل ولا نهار إلا طنط عزيزة هانم، طنط عزيزة هانم. إيه دي ولد حمادة؟ دي نفاق دي. لا 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 مش نفاق، أصل بصراحة إحنا فينا عيب، اللي في قلبنا على لسان. أي والله يا طنط، وبإذن الله كده لما هتعشرينا هتعرفي الموضوع ده. لا لا لا، أنا لسه ما مش أخدت قرارات، لسه في تفكيرات. فكري براحتك. أنا قلقانة ومش مرتاحة. لا ليلى، ما تخليكي إيزي مازي. قلقانة من إيه؟ من الواد حمادة ده اللي طلع لنا في النمرة. يا سلام، هو اللي طلع لنا في النمرة ولا إحنا اللي طلعنا له في النمرة؟ مش مهم مين طلع لمين، المهم إن إحنا اللي نتلموا على فلوسها. طمني هيحصل. يحصل ازاي بس طول ما حماده ده فيها؟ انت ما خدتش بالك كده وهي بتجيب في سيرته كانت مبسوطه منه قوي. ولا يهمك برضه.
ما تشغليش بالك بحماده، حماده ده غلبان، بدل ما تفكري في حماده فكري ازاي نكسبها. هي دي عايزه تفكير؟ دي لعبتي. من جهتي بقى انا شايف مدام جاب لها جوز بغبغان كحيان، انا جيب لها جوز بغبغان بيتكلموا. صباح الخير. انا اسمي ايه؟ عزيزه. عزيزه هانم يا كلبة تأدبي. ازم ازم انا فرحان قوي ان الهديه بتاعتي عجبتك. انا مبسوط مبسوط كتير كتير قوي. استنى بقى هديتي. مره بيسه في هديه تاني؟ طبعا بس على الله تعجبك. ادي دواء الروماتيزم اللي انت دايخه عليه. الله، دي احسن هديه بنتي. بعت سعيد جابه من بورسعيد. تشكرات تشكرات. دلوقتي يعرف نام، انا مش يعرف ينام من غيره. انا عايزك تنامي على طول ما تقوميش، انا يهمني راحتك ورضاك. انت بس تأموري تلاقيني انا وسعيد بنقول لك شبيكي لبيكي. افتكرته، مش عارفه ليه في تاخير في مرتبات. قصدك على الشيك بتاع المرتب؟ تأخير شهرين دلوقتي. ولا يهمك، اعتبر الشيك موجود في جيبك. اصل حبايبه كتير وكلهم يتمنوا يخدموا. يا ريت، عشان تأخيرات دي هاملي انا ربكات كتير. لا، طول ما احنا موجودين ما تحمليش هم حاجه. خدي خلي دول معاك لحد ما اجيب لك الشيك. لا 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 لا، انا مش هاخد فلوس منك. اخد فلوس منك انت؟ ولا تكسفيني، خليك ازم ازم. احنا بين اهلي يا عزيزه هاني. والكم واحد؟ انتوا كده بتكسفوني. كم دي؟ واحده. انا رايي كمان نجيب لها حوض سمك ونحط فيه شويه سمك ملون، نخليها تغرق من الفرح. خليها تفرح بينا كده وتبقى راضيه علينا. هي راضيه علينا من غير اي حاجه. فعلا دي بتفرح بينا جدا. وما تفرحش بينا ليه؟ ده احنا الوحيدين اللي بنزورها. ما حدش غيرنا بيودها. يبقى هتلاقي زينا فين؟ ده احنا لقطة. الست عزيزة دي محظوظة قوي. ليه؟ عشان احنا هنسكن معاها. ادي يا ست الشيك الاوقاف اللي كان متأخر. هاجي شو جوزال. في يوم واحد سعيد حبيبتي. مش بقول لك، اسم النبي حارسوا حبايبه كتير قوي ويتمنوا كلهم يخدموه. تشكرات كتير تشكرات كتير كتير سعيد. على ايه يا عزيزه هانم، ده احنا اهل. طبعا حبيبتي، واكتر كمان من الاهل. ربنا يديم موده، ربنا يديم معروف، ربنا يديم محبه، ربنا يديم صحوبيه، ربنا يديم ايه تاني سعيد؟ انت خليت حاجه. المهم ربنا يبعد عننا اولاد الحرام. ايوه اولاد الحرام. لا 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 يا سعيد، مالكش حق، لازم تقول لها، لازم ننبهوها. ليلى بقول لك خليك ازم ازم بعدين. بقول لك انا ما بحبش اجيب سيره الناس، ما بحبش النمه والنمامه. ايه سعيد، ايه ده ليلى، في ايه؟ في ايه كلام تكلمي في ايه نميمه؟ اصله سعيد يعني محرج. محرج يقول لك على قريبه. قريبه مين دي؟ سلام يا ليلى، حماده اللي بيجي يزورك. مات مسكين حماده، كان شاب لطيف، كان شاب صغير. ما ماتش. وبعدين معاك بقى يا سعيد، هتقول لها ولا اقول لها انا؟ سلام يا ليلى. لا كله لازم حد يتكلم كده، وقعت قلبي فيه. اصله بيلعب قمار. ما هي سر. ومديول لشوشته. يا سلام يا ليلى. وبيشرب كسوسة؟ كسوس ده عصير قصب؟ قصب. مالي؟ منكر. بوزة. ولما بيشرب بيتخانق ويضرب ويعمل عين اللي قدامه بخت. بخته ايه سويد ومنيل على عينه، كل دي اطلع من قريبين. ويا ريت على كده وبس، ما كانش يهمنا. امال في ايه كمان؟ بيقول انه اتعرف عليكي وقال هتسدد له ديونه. انا منين؟ انا غلبان، انا مسكين، انا شرحت وقلت فهمت، انا ما عنديش غير شيك اوقاف وبس. ما هو يا عزيزه هاني مش مصدق. والله انا خايف يكون ناوي. ناوي؟ ايوه ناوي. ناوي ايه؟ في ايه؟ اتكلم. اصله بعد عنك متهمينه في جريمه قتل. انا قريبي قتل قتلة. ما احنا عشان كده خايفين عليكي منه. انا خايف يعملها معاكي. انا؟ لا ولا دي مش لازم يجي هنا تاني،
مش لازم يخطي هذا بالباب هنا تاني. شيل هوت سمك بتاعك دي، ما يلزمنيش. كمان بابا غوات ما يلزمنيش. ايه الحكايه وايه اللي حصل؟ لا حكايه ولا روايه، وكمان البيت دي مش تيجي فيه. ليه؟ ده احنا بنحبك وبنحترمك ومعلقين عليكي امل كبير قوي. عشان كده ربنا نجاني منكم. ربنا برا برا، واذا جيتي هنا البيت تاني انا هدهلك البوليس. هي حصلت البوليس؟ انا مش فاهم حاجه. انا كنت برا، تحبي هدهلك البوليس؟ بوليس عسكري تاني. الظاهر البغبغانات اثرت على مخها. برا انا كنت برا، والا والله طلعي اضربك بنفسي برا. سيس قتل قتلة ولا تعبادة. في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش داخلة دماغي. يعني اللي أنا بفكر فيه صح؟ أيوة. طب إيه رأيك؟ إيه اللي رجعك تاني؟ هي مش قالت لك ما تجيش هنا تاني؟ يا حلوة يا عسل، إحنا جايين لك أنت مخصوص، نعرف منك ايه اللي جرالها. ما انتوا عارفين كل حاجه. احنا مش عارفين حاجه، قولي لنا انت احنا كل حاجه. ما هو قريبك الاستاذ سعيد قال لها على كل حاجه. الله، الاستاذ سعيد كان هنا كده اتفهمت. من تاني يوم ما كنت هنا. لا 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 لا، قولي لي قال لها ايه وقالت له ايه؟ بس افتكر. هات خدي يا حبيبتي لما عندي انا. افتكري بقى كل كلمة اتقالت. بس اوعي تجيبوا سيرة اللي انا قلت لكم على حاجة. خدي مش هتجيب سيرة، بس قولي بقى وخلصينا. خلاص ودعنا الفقر يا مرجانة، ده احنا وقعنا على كنز. يو يا سعيد يقطع الفقر وسنينه. وتقولي انا فقيرة في بلد قلقاه عايشة على مرتب الوقف الخيري. دي القروبة محفظة شغالتها تقول لنا نفس الكلام. على مين يا ماما؟ دي عندها فلوس بالهبل ولا مال قرون. ده صحارة مليانة جزم. ما عشان كده بتمتحنا. هي ترى طمعانين في فلوسها ولا في رضاها وبركتها؟ المهم انها صدقتنا ونجحنا في الامتحان. فالشفا وبس، انما العمل اللي مش هننجح فيه الا لما نروح ونسكن في شقتها وننول بركتها، قصدي فكتها. بس تفتكر هنقدروا نقصروا عليها ونخلوها تكتب لنا اللي حلتها؟ ما تخافيش، طول ما انا شغال لها بالهاتف اللي بيجي لي في المنام وانت بالسحلبه والدحلبه والضحك والفرفشه هناخد عينيها. يبقى اكيد كله هيبقى في التمام. لا هيبقى في الازي مازي، بس عايزك تحسميها معاها الليله. ما تخافش اطمن، من الليله دي هنروح نسكنوا معاها ومش هنرجعوا للمخروبه دي غير عشان ناخدوا شنطتنا وبس. يا ترى مين؟ حمادة ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. سيبوكم من الأونطة دي وخلونا في المفيد. أونطة؟ أنتوا لما بتكونوا محتاجين فلوس مش أنا بسلفكم حتى بالأمارة؟ ليه عندكم 150 جنيه؟ حصل. لما بتخاصموا مين اللي بيصالحكم؟ مش أنا؟ حصل. طب ليه بتحاربوني بقى؟ ليه بتحاربوني وعايزين تضيعوا مستقبلي؟ نحاربك ده إيه؟ أنت فاكر نفسك العدوان الثلاثي؟ ده إحنا حتى نفدوك بعينينا. ولما المسألة كده ليه اديتوني زومبا عند عزيزة هاني؟ ليه قلت لها ان انا بشرب وبلعب قمار وقتل قتله؟ ليه؟ لان الدنيا كده يا حضرة المثالي. بقول لك يا حبيبي، انت بتخطط عشان تاخد فلوسها وتسكن في شقتها، وانا برضو بخطط عشان اخد فلوسها واسكن في شقتها، والصراع متكافئ، وما دام نزلت لي في السوق الشاطر هو اللي شال. وتخليك ايزي ميزي، لا انت تزعل ولا احنا نزعل. مين يا جماعه اللي قال لكم ان انا بخطط عشان اخد فلوس؟ مين؟ انا كل اللي عايزه شقتها، عايز اسكن معاها وبس. ده فاكرنا هنصدقه. يا كنتش الهاتف جالك في المنام وقال لك ودها وخد ردها؟ لا، نفيسة جات لي في الصحيان وقالت لي مفيش قدامك غير حل واحد بس، هو انك تسكن في شقة عزيزة هاني. ما قلت لك خد الأمور بروح رياضية. حاضر، هاخد الأمور بروح رياضية. بس عليا وعلى أعدائي. ده فاكر نفسك شنشون؟ هو التهديد على؟ أيوة تهديد. وابقى فرجها بقى يا فالح على العزبتين والتلات عمارات اللي عندك. ما تبقاش حمقي كده وخلينا نتفاهم.
يا حبابي انت ما بتقبلش نزار، خليك ازمازه. بقول لكم ده مستقبلي، انا مش لاقي شقه اتجوز فيها، وعشان كده عايز اسكن معاها وبس. يعني انت مش عايز غير شقتها وبس؟ ايوه مش عايز غير شقتها وبس. اقولها لك 10 مرات، مش عايز غير شقتها وبس. اغنيها مش عايز غير شقتها وبس، مش عايز غير شقتها وبس. بسيطه. هي ايه اللي بسيطه؟ يعني حل انت بقى عن عزيزه هانم وسيبنا نخطط ونسكن معاها. ده ايه النصيحه دي؟ وانا استفدت ايه يا فلحه؟ هنسيب لك شقتنا دي. اتجننت؟ ده انا اخنقك فيها. شقتنا دي اللي نديها له كريه. يا سعيد ما احنا لما نروح نسكن مع عزيزه هانم مش هنبقى محتاجين لها، وهو اولى بيها، هو اولى بيها. ماشي. قلت ايه يا ازميزي؟ موافق، بس على الشرط اسكن انا في شقه عزيزه هاني، وبعدين اسلمك شقتي واسكنك فيها. اتفقنا. ونجحنا وقدمنا 201 للست فنادير. مبروك يا حبيبتي. مبروك. الف مبروك. الف الف مبروك يا حبيبتي. انا فخوره بيكي جدا. وانا رخره زي اختك يا حبيبتي. كانوا عايزين يحبطوني لكن ايه، احبطتهم. وبعدين بقى في ست عزيزه دي مصره على انها عايشه على مرتب الوقف الخيري. يوه يا سعيد ما تبطل بقى زن في الموضوع ده. زن؟ اه ليلى مالك معوجة عليا كده ليه؟ ما تخليك ازي مازي. ما ده من يوم ما اتجوزتك وانا عايشه معاك ازي ميزي. ما انا عايز اطمن برضه، دي مجنناني. مطبخها فاضي، تلاجتها ما فيهاش صريخ ابن يومان، وانا جعان. بقول لك ايه؟ اذبح البغبغان. يوم سبتي بغبغان يا سعيد؟ لا اصبر، احنا دينا قعدنا معاها وصرنا نعرف كل حاجه. براو عليك بنت سو، احنا نستنى لما تطمن لينا والمستخبي يبان وابو قرش يبقى برشين. طب يلا 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 يا حبيبي الحق حماده، سلمه الشقه وغير له عقد الايجار. وانا اقدر اتاخر عنه؟ ده مجنون، ممكن يجي هنا يعمل لي مندبه ويكشفنا والمستخبي بتاعنا يبان وابو قرشين يبقى برش. عزيزتي هدى، انا لحد دلوقتي ما لقيتش شغل، معلش. كل واحد بياخد نصيبه، وباذن الله اول ما اخف هرجع على مصر على طول. يا عيني يا مصطفى، ما قلت لك اقعد واحنا ناخد الست فدادين. معلش. عزيزي مصطفى، أرجوك ترجع بالسلامة بسرعة، علشان نزرع ونعمر الست فنادين. مين؟ أنا حمادة. افتحيله. طيب ايه الاسى تبكي ده؟ ايه اللي باشي تبكي ده؟ يا ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله؟ ايه مالك مبسوط قوي كده ليه يا حبيبي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انت بتشغل حياه ولا ايه؟ ده عقد الشقه بتاعتنا انا وزهير حبيبتي يا حسونه. حسونه؟ اسمع عادي يا حماده، اما اقول لك استاذ حماده. انت هترجع تاني تقل له قلبك؟ بقول لك ايه؟ المهله قدامك اسبوع عشان تجهز بالعفش. وتتصرف كمان يا خي. طب استنى يمكن العقد يطلع في شنك زي حاج نفيسه. لا حبيبي، الدور ده انا اعرف الراجل صاحب البيت من يجي 10 سنين فاتوا. الف مبروك يا حماده. استاذ حماده. لا انت قولي حماده عشان انت حبيبتي. انا مش هطمن الا لما اشوف الشقه بنفسي. هتشوفها يا حسونه. ايه رايك بقى؟ انا مش مصدق حكايه انها ما معهاش فلوس دي. لكن انا بقى مصدقها، وبطل توجع دماغي بالموضوع ده. يعني خدنا بامبا ولا ايه؟ وخدنا بومبا ليه؟ احنا فزنا بالشقه الجميله دي اللي ما كناش نحلم بيها. على رايك هي احسن من شقتنا على الاقل، وايجارها ارخص بكتير. يبقى استفدنا بفرق الايجار. تعيش عزيزه هانم. مان، في واحد شاويش على الباب. شواش؟ ها. ايوه يا استاذ. ما قالكيش عايزاه؟ لا يا مدام. ومالك خايفه كده ليه؟ تعالي نشوف ايه. نعم يا شواش. مش ده بيت عزيزه هاني من هواري؟
يا شواش. انا عزيزه هانم فالاد. اتفضل ابدي لي على الانذار ده. انذار ايه يا شواش؟ انذار اخلاء الشقه في خلال 30 يوم من ساعه تاريخه. شقه ايه؟ الشقه اللي بتستخدم فيها. ونخلقها لا يا شواش؟ لان البيت قايل السقوط. Thank you.